برعاية خلال قمة للشركات الناشئة، مدبول يؤكد العمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وبناء شراكات مع مؤسسات دولية لتعزيز الابتكار. مصر تنفي مزاعم إسرائيلية بتراجعها عن الانضمام لدعوة جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية، وتؤكد عزمها اتخاذ الإجراءات لإدانة الاحتلال. مع تواصل العدوان على غزة، الاحتلال يتكبد خسائر كبيرة في جباليا ورفح الفلسطينية، وعائلات المحتجزين تطالب بإزاحة نتنياهو فورا من الحكم. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فخره بما تحقق في ريادة الأعمال ودعم الدولة للبنية التحتية التكنولوجية ودعم الشركات الناشئة وأفكارهم المبتكرة. وخلال حضوره قمة رايز أب للشركات الناشئة في المتحف المصري الكبير، أوضح مدبولي أن الدولة أخذت على عاتقها دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال ودعم الاستثمارات الموجهة للأعمال الناشئة. أعرب عن فخري بالنجاح الذي حققتموه في قطاع ريادة الأعمال على مدار السنوات الماضية، وعلى قدرتكم على التكيف مع جميع التحديات اللي واجهت مصر والعالم. وأود أن أعرب عن شكري لقمة رايز أب وشركة انطلاق على تنظيم الجلسة الحوارية التي جمعت الجهات المعنية في هذا القطاع من أجل الاستماع لأبرز التطورات التي شهدها هذا القطاع في الفترة السابقة، وكذلك التحديات حتى تتمكن الدولة المصرية من تقديم كل الدعم في سبيل النهوض بذلك القطاع الواعد. أتواجد معكم اليوم ساعيا لإبراز اهتمام الدولة بقطاع ريادة الأعمال لما له من أهمية في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030. ولقد حرصنا على ارتباط الأهداف التنموية بالأهداف الدولية لتعزيز مكانة مصر وريادتها على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يتحقق بالاستثمار في المواهب الشابة ودعم ريادة الأعمال والابتكار. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على بناء شراكات مع المؤسسات الدولية لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة. وأضاف مدبولي في قمة رايز أب للشركات الناشئة أنه تم إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين بهدف دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا. أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية دعم ورعاية رواد الأعمال والشركات الناشئة في كافة مراحلها. وانطلاقا من هذا الدور، تسعى الدولة باستمرار في تنفيذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تحقيق طفرة حقيقية لتشجيع وجذب الاستثمارات الموجهة إلى الشركات الناشئة، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات هذا القطاع، فضلا عن توفير بيئة ملائمة لرواد الأعمال وملف ريادة الأعمال والابتكار لثقتها في أهميته كنشاط اقتصادي له دور محوري في تحقيق الطفرات التنموية التي يحتاجها اقتصاد مصر. We'll be right back.
شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدا أن الحكومة تعمل بمنتهي الجدية لدعم قطاع ريادة الأعمال. وخلال لقاء موسع مع أصحاب الشركات الناشئة والمستثمرين ورواد الأعمال على هامش مشاركته في قمة رايز أب، وجه رئيس الوزراء الدعوة إلى رواد الأعمال لمشاركة رؤيتهم مع الحكومة حول تذليل العقبات في صورة وثيقة واضحة تتضمن الحوافز والإجراءات المطلوبة لضمان انطلاق هذا القطاع بصورة كبيرة، وسيتم اتخاذ قرارات فورية بشأنها، مضيفا أنه أمام ممثلي هذا القطاع فرصة ذهبية للخروج بورقة عمل واضحة تتضمن خطة بما هو مطلوب من الدولة من أجل انطلاقة القطاع في مصر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بقطاع الصناعة وزيادة الصادرات في الفترة القادمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمدبولي عقب جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية ببني سويف. الحقيقة كل شغل الحكومة الشاغل النهاردة إزاي هذا القطاع، قطاع الصناعة، ينمو بطريقة مطردة في خلال الفترة الجاية. إزاي فعلا تحصل طفرات هائلة في قطاع الصناعة عشان نغطي السوق المحلي وعشان نزود قيمة صادراتنا في خلال الفترة القادمة إن شاء الله. وحضراتكم بخلاف الزيارات الميدانية مفيش أسبوع بيعدي غير لما بكون عامل اجتماعات مع الغرف ومع مجالس التصدير علشان نناقش المستهدفات وإزاي إن احنا نصل إلى 20-30 فعلا إلى قيمة صادرات إن شاء الله إجمالية للدولة المصرية تتجاوز 145 مليار دولار. النهارده يمكن بنتكلم ايضا في منظومه رد اعباء الصادرات والحوافز اللي هتتعمل وانها هنطورها لقطاع الصناعه. أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن فخره بالشباب من رواد الأعمال والمهنيين المستقلين من المستفيدين من برامج مركز إبداع مصر الرقمية بمحافظة بني سويف. جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه رئيس الوزراء مع عدد من المستفيدين من برامج وخدمات مركز إبداع مصر الرقمية ببني سويف. وأشار إلى أن هؤلاء الشباب يمثلون المستقبل الحقيقي لمصر باعتبارهم أهم ما يميز القوى البشرية. وللمزيد ينضم إلينا المهندس زياد عبد الغني أحد المستفيدين من مبادرة المعهد القومي للاتصالات. مهندس زياد بعد التحية، يعني بصفتك أحد المستفيدين من برامج وخدمات مركز إبداع مصر الرقمية، يعني تنقل لنا تجربتك مدى الاستفادة التي حصلت عليها من هذه المبادرة. مساء الخير. مساء النور، تفضل. اولا انا مبسوط جدا وتشرفت بزياره رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في القريه الذكيه بني سويف. ده كان شرف لينا جدا وشكل من اشكال الدعم. ثانيا المنحه فادتني على اكثر من مستوى، المستوى الفني فيما يتعلق بصميم شغلنا سواء الامن السايبراني او الشبكات، فالمنحه كانت مكثفه واكتسبت فيها خبرات يعني تعادل سنين في الشغل. ثالثا تنميه مهاراتي الشخصيه اهلتني بعد كده بشكل كبير لسوق العمل، من حيث الكوميونيكيشن سكيلز، ازاي اتعامل مع التيم، ازاي اشتغل على بروجكت كامل من A to Z. وهي منحه مدعومه كامل من الدوله ووزاره الاتصالات. مهندس زياد، يعني ده بالنسبة لاستفادة حضرتك الشخصية من هذه المبادرة، يعني من وجهة النظر الأخرى إلى أي مدى تستطيع تلك البرامج التكنولوجية في خلق جيل جديد من الشباب قادر على مواجهة متطلبات العصر من تكنولوجيا متطورة وسريعة، وفي نفس الوقت بتقدم له هذه المبادرة يعني التمويل والتيسيرات اللازمة لإقامة مشروعاته الخاصة؟ طبعا المنحة يعني متخصصة في مجالات يعتبر هي المستقبل زي الأمن السيبراني أو الـ AI أو الكلاود، فهي بتأهلك لسوق العمل
عن طريق كورسات أو شهادات معتمدة من شركات عالمية زي سيسكو أو ريد هات في الكيس بتاعتي أنا. التراكات التانية برضو بتبقى شركات معتمدة، فده بيساعد يعتبر بيقربنا لسوق العمل للشغل الفعلي في الشركات مثلا والبنوك أو القطاع المصرفي في الحقيقة. نعم، احنا بنتمنى لك كل التوفيق مهندس زياد عبد الغني، وشكرا لوجودك معنا. انت احد المستفيدين من مبادرة المعهد القومي للاتصالات. وخلال زيارته لمحافظة بني سويف توقف أو تفقد رئيس مجلس الوزراء مجمع مصانع مجموعة العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، كما تفقد القرية التكنولوجية بمحافظة بني سويف ومجمع مصانع شركة سامسونج للإلكترونيات. كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مصنع كرمان السوري للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب، حيث أكد مدبولي حرص الدولة على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمار لقطاع صناعة الدواء والمستلزمات الطبية وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في هذه الصناعات المهمة. أهلا بكم من جديد، وإلى تطورات القضية الفلسطينية. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجددا أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكد مصدر رفيع المستوى أنه لا صحة لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية من أنباء بشأن تراجع مصر عن الانضمام لدولة جنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. شدد المصدر رفيع المستوى على أن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة ممارسات إسرائيل أمام العدل الدولية. عقدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بنيويورك اجتماعا على مستوى السفراء المندوبين الدائمين لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسبل تعزيز التحرك العربي في كافة المحافل الدولية لدعم القضية الفلسطينية، بما في ذلك حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين ومنحها العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وشدد السفراء العرب على ضرورة الوقوف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل. واستنكر السفراء الهجمات الإسرائيلية التصعيدية على رفح الفلسطينية، مشددين على ضرورة امتثال الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني. يجري مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان محادثات اليوم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. من المقرر أن يتوجه سوليفان إلى إسرائيل الأحد القادم للقاء بنيامين نتنياهو. وذكر البيت الأبيض أن سوليفان سيشدد في محادثاته مع الإسرائيليين على تنفيذ عملياتهم العسكرية في قطاع غزة بشكل دقيق دون الحاجة إلى شن هجوم واسع النطاق. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم
من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. ميدانيا، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مربعا سكنيا قرب مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم من الأطفال والنساء. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم 25 بعد 200 على التوالي عدوانها وقصفها لمناطق عدة في قطاع غزة، تركزت في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في قصف جوي ومدفعي للاحتلال على مختلف أنحاء المدينة. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 35,386 شهيدة، وذلك بالإضافة إلى 79,366 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي. أضافت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 9 مجازر خلال الساعات 24 الماضية أسفرت عن وصول 83 شهيدا و 105 مصابين إلى المستشفيات. هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتواغلة في محاور قطاع غزة، خاصة في محوري جبليا ورفح الفلسطينية شمال وجنوب القطاع، حيث أعلنت حركة حماس تمكنها من قتل 15 جنديا إسرائيليا عقب الاشتباك مع قوات تحصنت بأحد المنازل شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع، كما أعلنت تمكنها من قتل 5 جنود آخرين في اشتباك بشرق رفح، فضلا عن استهدافها 3 دبابات وناقلة جنود بشمال وجنوب القطاع ومقرا للقيادة والسيطرة شرق مخيم جباليا شمال القطاع. واستهدفت الفصائل دبابة في مخيم جباليا، ويشهد مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة اشتباكات بالتزامن مع توغل لعدد من آليات الاحتلال بالمنطقة. أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بمواصلة الجيش الإسرائيلي تحصين ممر نتساريم الاستراتيجي الذي يقسم قطاع غزة إلى قسمين. وفي تقرير لها أوضحت الصحيفة الأمريكية أن عمليات التحصين هذه تكشف عن خطط إسرائيل لما بعد الحرب في القطاع، والتي تتمثل في إعادة تشكيل وترسيخ التواجد العسكري الإسرائيلي هناك، مشيرة إلى أن الممر يبلغ طوله 4 أميال جنوبي مدينة غزة، ويمتد من الحدود الإسرائيلية شرقي القطاع حتى البحر المتوسط في الغرب. دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين إلى منع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من الانفراد باتخاذ القرار، معتبرة أن حكومة نتنياهو تخلت عن أبنائها عبر مواصلة العدوان. ودعت عائلات المحتجزين الكنيست إلى إزاحة نتنياهو فورا من الحكم، مشددة على أن رئيس الحكومة فشل في التوصل لاتفاق يفضي إلى صفقة تبادل، كما أكدت العائلات أنها ستبدأ حراكا اعتبارا من الاثنين المقبل أمام الكنيست حال عدم التجاوب مع مطالبهم. هذا وتشهد شوارع تل أبيب و50 موقعا آخر بالداخل المحتل تظاهرات حاشدة لمطالبة رئيس الحكومة بإبرام صفقة تبادل فورية لإعادة المحتجزين في قطاع غزة. وطالب المتظاهرون بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، متهمين رئيس حكومة الاحتلال بعرقلة التوصل لصفقة تبادل من أجل أهداف سياسية، كما طالب المحتجون بعدم التوسع في العمليات العسكرية برفح الفلسطينية.
الشباب ومكا كل جنرالي مخول اليوم الكونسبتيا لكو أبيتا. دعا عضو الكنيسة اليساري المعارض عوفر كسيف الشباب الإسرائيلي إلى رفض الخدمة في الجيش وعدم المشاركة في عملياته في قطاع غزة. وفي منشور على حسابه على منصة إكس قال كسيف إن الحرب على قطاع غزة جريمة، داعيا الشباب إلى عدم التضحية بأنفسهم من أجل من وصفهم بعصابة من المجرمين. دعا زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد وزير الدفاع السابق وعضو كابينة الحرب الحالي إلى الاستقالة منه والذي يدرس حاليا الحرب في قطاع غزة. وقال لابيد إنه يتعين على غانتس أن يعلن أنه لم يعد قادرا على تقديم يد العون لهذه الحكومة التي تتخلى عن المحتجزين في قطاع غزة وعن شمال إسرائيل وتسحق الاقتصاد والطبقة الوسطى. وأضاف أنه يجب على غانتس أن يقول إنه لن يساعد بعد الآن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على البقاء في السلطة، وأنه سيترك الحكومة على الفور ويدعو إلى إجراء انتخابات الآن. هذا وقال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بني غانتس إن من يتحكمون في دولة إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن، وجزء من السياسيين يفكرون فقط بأنفسهم. وأوضح غانتس أن الائتلاف الحكومي الذي دخله مع نتنياهو كان به وحدة قوية، ولكن في الفترة الأخيرة هناك تشويش، مضيفا أن هناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة دولة إسرائيل وتقودها إلى المجهول. كما أشار إلى أنه منذ 7 أكتوبر الماضي حتى اليوم تعيش إسرائيل حربا وجودية، لافتا إلى أن تل أبيب واجهت صعوبات في المعركة التي يخوضها أو تخوضها في قطاع غزة. أكثر من 7 أشهر على فشل إسرائيل في تحقيق أي من أهدافها المعلنة في حربها الشعواء ضد قطاع غزة، والتي أسفرت عن 10,000 من الضحايا المدنيين معظمهم من النساء والأطفال. وخلال هذه الفترة برزت تساؤلات إسرائيلية حول الخطة بشأن اليوم التالي للحرب في القطاع ومآلات ذلك على القضية الفلسطينية والأمن في المنطقة برمتها. تطالعنا الآلة الإعلامية الإسرائيلية يوما بعد يوم بالمزيد من الأنباء عن تصاعد الخلاف في الشارع السياسي الإسرائيلي بشأن سيناريوهات اليوم التالي في قطاع غزة. فمع رصد التصريحات المختلفة بالداخل الإسرائيلي ساسة وعسكريين ومعارضة، أصبح جليا للقاصي والداني أن إسرائيل ليس لديها سيناريو واضح للتعامل مع اليوم التالي من انتهاء الحرب على غزة. وفي ظل ذلك التخبط، طالب قادة الدول العربية في قمتهم الأخيرة بالبحرين في بيانهم الختامي، طالبوا بنشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين. وهو الأمر الذي يقطع الطريق أمام المخططات الإسرائيلية التي تتجاهل عن عمد أن نتنياهو وآلته العسكرية لم تحقق أي انتصار حقيقي على الأرض وسط مقاومة شديدة من الفصائل الفلسطينية. كما يتجاهل الغرور الإسرائيلي الحديث عن مستقبل القطاع دون وقف عدوانه الوحشي الذي حصد أرواح نحو 36,000 فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال. كما أن الدول العربية لا تزال تؤمن أن الحل الحقيقي للقضية الفلسطينية لن يكون إلا بإنفاذ حل الدولتين، كما أنها طالبت أيضا بوجود جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذه. مصر وفي مناسبات عديدة أكدت على ضرورة ترتيب وتوحيد البيت الداخلي الفلسطيني بما يمكن الأشقاء الفلسطينيين من مواجهة أي مخططات قد تحبط المساعي المجمدة لتحقيق حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
يشهد الداخل الإسرائيلي حالة من الانقسام بين أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي بسبب تباين وجهات النظر بين القيادتين السياسية والعسكرية. ومع تهديد كل من بني غانس وجادي أيزنكوت بالانسحاب من حكومة الحرب، يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعنته للبقاء في منصبه السياسي لأطول فترة ممكنة. حالة من الغليان السياسي تسيطر على المشهد الداخلي في إسرائيل على خلفية اتساع هوة الخلافات بين القيادتين السياسية والعسكرية فيما يتعلق بالحرب على غزة. فعلى وقع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت التي عبر خلالها عن رفضه التام للاحتلال العسكري لقطاع غزة، إدراكا منه بخطورة المناورة السياسية التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته المتطرفة. حكومة نتنياهو تحاول توظيف المفاهيم العملياتية لإدارة الحرب في غزة بشكل سياسي بهدف البقاء في المشهد السياسي أطول فترة ممكنة دون النظر إلى الاعتبارات والحسابات العسكرية لطول أمد تلك الحرب أو السيناريوهات المتوقعة في اليوم التالي، وهو ما سيوقع تل أبيب فيما وصفه وزير الخارجية الأمريكي بالمستنقع في ظل تعنت نتنياهو وحكومته المتطرفة وميلهم للاحتلال العسكري لقطاع غزة. على مستوى آخر، تلقي تلك الانقسامات بظلالها على مستقبل حكومة الحرب، فتصاعد الخلاف بين المستويين العسكري والسياسي في إسرائيل له انعكاسات على تزايد الخلاف بين أعضاء حكومة الحرب الحالية، خاصة في ظل تأييد كل من بيني غانتس وجادي أيزنكوت عضوي المجلس دعوة وزير الدفاع، كما هدد مرارا بالانسحاب من حكومة الحرب، خاصة في ظل عدم وجود رؤية واضحة لليوم التالي للحرب في غزة. هذا الانقسام الداخلي في إسرائيل من شأنه أن يقلل فرص رهان رئيس الوزراء الإسرائيلي على استقرار الائتلاف الحكومي نتيجة إذعانه للابتزاز السياسي الذي يتعرض له من قبل شركائه في الائتلاف ومرونته في التعامل مع مطالبهم بشأن إدارة الحرب وسيناريوهات ما بعد انتهائها. تلك التباينات التي تتسع يوما بعد يوم بين المؤسسات الإسرائيلية على المستويين السياسي والعسكري بدأت آثارها تظهر في تقديم مسؤولين كبار استقالاتهم، من أبرزهم رئيس شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي أهرون هاليفي، وهو ما أفضى في النهاية حسب متابعين إلى تآكل شرعية الائتلاف الحكومي الإسرائيلي. يأتي هذا في الوقت الذي تظهر فيه أحدث استطلاعات الرأي أن نسبة تأييد الإسرائيليين لبيني غانتس تفوق نسبة تأييدهم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحسب استطلاع أجرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن نسبة تأييد نتنياهو تبلغ 32% وترتفع بين ناخبي حزب الليكود إلى 35%. أما غانتس المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو فهو الأكثر شعبية، حيث تبلغ نسبة تأييده بشكل عام 35%، ويرتفع هذا الرقم إلى 42% بين ناخبي يسار الوسط. متواصلة على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. حزب الله اللبناني يكثف من ضرباته على المواقع العسكرية في شمال إسرائيل ويؤكد تحقيق إصابات مباشرة. أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أنها تلقت معلومات عن تعرض ناقلة نفط ترفع علم بنما لهجوم على بعد نحو 10 أميال بحرية جنوب غربي المخا في اليمن. وذكرت أمبري أن اتصالا لاسلكيا أشار إلى أن السفينة أصيبت بصاروخ وأن حريقا اندلع على متنها، ولم تقدم الشركة تفاصيل عن الاتصال. وأضافت أيضا في وقت لاحق أن الناقلة تلقت مساعدات وأن الأنباء تفيد بأن إحدى وحدات التوجيه بالسفينة تعمل، ولم تذكر أو تذكر الشركة الجهة التي قدمت المساعدة.
استهدفت غارة إسرائيلية مركبة قرب معبر المصنع الحدودي بين لبنان وسوريا في ثاني استهداف في تلك المنطقة خلال 24 ساعة الماضية. رجحت مصادر لبنانية أن السيارة كانت تقل قياديا في حزب الله ومرافقه. وفي الأثناء أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع رأس النقور البحري المحاذي لحدود جنوب لبنان بقذائف مدفعية. كما أعلن الحزب استهداف ما قال إنها تجهيزات تجسسية في موقع رمثة بمزارع شبعة، مؤكدا إصابتها بإصابات مباشرة، فضلا عن استهداف عدة مواقع في المستوطنات قرب الحدود اللبنانية الفلسطينية، بالإضافة إلى استهداف انتشار لجنوب الاحتلال الإسرائيلي غرب موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية. أعرب الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عن خشيته من أن يكون الهجوم البري الذي بدأته روسيا في منطقة خاركيف مجرد تمهيد لهجوم أوسع نطاقا في الشمال والشرق. وحذر زيلينسكي من أن كييف ليس لديها سوى ربع أنظمة الدفاع الجوي التي تحتاجها لتصمد على الجبهة، مضيفا أن القوات الروسية توغلت ما بين 5 إلى 10 كيلومترات على طول الحدود الشمالية الشرقية قبل أن توقفها القوات الأوكرانية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية سيطرت على قرية ستار ليسا في منطقة خاركييف بأوكرانيا. أوضفت الدفاع الروسي أن قواتها تواصل تقدمها في المنطقة، موضحة أنها حررت وحدات من مجموعة القوات الشمالية بقرية ستاريتسيا في منطقة خاركييف. أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة سومي الأوكرانية أن القوات الروسية قصفت المجتمعات الحدودية في منطقة سومي 44 مرة خلال 24 ساعة، ما تسبب في وقوع 183 انفجارا. وقالت الإدارة في بيان صحفي أن القوات الروسية نفذت 44 هجوما على المناطق الحدودية والمستوطنات في منطقة سومي، وتم تسجيل 183 انفجار، حيث تعرضت عدة مجتمعات للقصف. وأشارت إلى أنه جاري تحديد عدد القتلى والإصابات في صفوف المدنيين، فضلا عن تحديد الخسائر في الممتلكات والمنشآت. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن أوكرانيا طلبت من الإدارة الأمريكية المساعدة في تحديد أهداف داخل روسيا لتضربها باستخدام أسلحتها الخاصة. صرحت الصحيفة في تقرير لها أنه وفقا لمسؤولين أمريكيين طلبت أوكرانيا أيضا رفع القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأمريكية المقدمة ضد الأهداف العسكرية داخل روسيا. يبدو أن اشتعال الوضع في غزة وسيطرة القضية الفلسطينية على أنظار العالم وتعاطفه معها أثر سلبا على الأزمة الأوكرانية التي توارت في الظل، رغم أنف زيلينسكي ما دفع به لإعادة مطالبته الصاخبة بالمزيد من المساعدات العسكرية، ولا سيما بعد الهجوم الروسي على خاركيف ثاني أكبر مدينة أوكرانية. الوضع برمته صار يثير قلق زيلينسكي، خصوصا بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لهدنة خلال أولمبياد باريس، الأمر الذي رآه زيلينسكي فرصة لروسيا لمزيد من التوغل في أراضيه، معربا عن قلقه لتأخر أنظمة باتريوت الأمريكية التي لا تمتلك أوكرانيا منها إلا ربع المطلوب لمواجهة الجيش الروسي بحسب تصريحات زيلينسكي. ومع إقرار الرئيس الأوكراني بأن ثمة نقص في عدد قواته، بدأ مفهوما لماذا أدخل زيلينسكي قانونا جديدا للتعبئة في حيز التنفيذ، إذ أن تعزيز صفوف الجيش الذي يعاني من العديد من الألوية الفارغة في الخطوط الأمامية صار ضرورة ملحة. الميل الغربي لعدم الوصول بالحرب لنقطة انتصار نهائي لأحد الأطراف أدى لمنعهم كييف من استخدام الأسلحة الغربية لمواجهة
مهاجمة روسيا واستخدامها فقط في الدفاع عن أراضيها، وهو ما أجبر زيلينسكي على دعوة الصين حليفة روسيا التاريخية إلى المشاركة في قمة سلام حول أوكرانيا في سويسرا الشهر المقبل، وهي قمة لن تحضرها موسكو. إذن هي حرب تكسير عظام بين الغرب بزعامة الولايات المتحدة وروسيا والصين من جهة أخرى، بما لهما من قوة اقتصادية واستراتيجية ضاربة جعل فكرة انتصار طرف ما بعيدة تماماً، وهو ما أنهك الدول الأوروبية مع تعذر فكرة التراجع خشية الغضب الأمريكي. لتبقى الأيام المقبلة وحدها ستكشف الستار عن الطرف الذي سيصرخ أولاً مطالباً بوقف الحرب. نظمت مؤسسة راعي مصر إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية بقرية سندبيس بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق البعيدة. ضمت القافلة العديد من التخصصات الطبية بالإضافة إلى صرف العلاج للحالات المرضية بالمجان. في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتقديم الخدمات الإنسانية والصحية للأسر الأكثر احتياجاً، نظمت مؤسسة راعي مصر إحدى مؤسسات التحالف الوطني قافلة طبية بقرية سندبيس التابعة للقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية. القافلة تهدف لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق البعيدة عن المستشفيات لتحسين الرعاية الصحية وتقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية. بيتم الكشف الطبي على المرضى في هذه القافلة، والحالات اللي هي بتحتاج تحويل بنحولهم من مستشفيات سواء كانت الحكومية أو المستشفيات العامة، وفي نفس الوقت بيتم متابعة الحالات ديت من قبل المؤسسة. بنقوم بتوزيع الأدوية مجانا على المريض، بنقوم بالفحص الطبي الكامل للمريض، بنوجهه إذا كان يحتاج أي عمليات رمض سواء مية بيضاء أو زرقاء بنوجهه المستشفيات بالعمل العملية مجانا. القافلة تضم العديد من التخصصات منها الباطنية والأطفال والجلدية والرمد والأنف والأذن، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، كما تم صرف العلاج للحالات المرضية بالمجان مع تحويل الحالات المرضية إلى المستشفيات المختصة. أنا جيت حجزت لبنتي بطنة وكشفت عليها وادانا علاج ببلاش، وفرت علينا المكان بدل ما نروح القناطر أوقاها. والله كفلة كويسة، وهي تنظيم كويس، وإن هي قريبة جت في البلد بحيث إن الواحد ما يروحش مستشفى على مثلا قناطر ولا أها ولا أي حاجة، هي قريبة وفي علاج على حساب برضو الكافلة، ما حدش بيشتريه من بره. كشفنا بطنة وهي حاجة كويسة جدا، لأن يعني بيقدوا خدمة كويسة لنا، وكفاية ان هي يعني حاجة جنبنا مش بنركب مواصلات ولا اي حاجة. جهود متواصلة للتحالف الوطني لتقديم الدعم الطبي والصحي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية. والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة، والتفاصيل مع زميل مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا إلهام نمر، شكرا أمير العقل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى جولاتنا في نشرة التاسعة، الجولة الاقتصادية. وقعت شركة إبدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات وطن الأول السعودية، ويأتي ذلك بهدف تفعيل أطر التحول الرقمي بالقطاع الصناعي في مصر من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتقديم جميع خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات المتكاملة باستخدام كل الأنظمة الحديثة والمتطورة، بالإضافة إلى تصميم وتطوير جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي. بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير 2020 وحتى فبراير 2024 نحو 18.7 مليار دولار، وبحسب التقرير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ارتفعت الصادرات من 3.4 مليار دولار عام 2020 إلى 5.1 مليار دولار في 2023.
فيما بلغت صادرات الربع الأول من العام الجاري نحو 1.6 مليار دولار، وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة وصلت إلى 859 مليون دولار، تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية. شاركت مصر في الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين خلال الدورة 33 لاجتماعات البنك الأوروبي والتي انعقدت في أرمينيا تحت شعار معا نعزز الأثر. ألقت كلمة مصر أمام الاجتماع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط التي أكدت دعم القاهرة لجهود البنك الأوروبي لزيادة عدد الدول الأعضاء والتوسع في منطقة إفريقيا وجنوب الصحراء، مشيرة إلى أهمية تشجيع تبادل الخبرات بين الدول وضرورة التكامل بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص. كما أكدت الوزيرة المشاط على أهمية تعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لزيادة الاستثمار الأخضر للقطاع الخاص من خلال برنامج نوفي ومشاركة التجربة مع دول أخرى. في أسواق البترول العملية ارتفعت أسعار النفط وسجل خام برنت أول زيادة أسبوعية في 3 أسابيع بدعم من المؤشرات الاقتصادية من أكبر المستهلكين للنفط في العالم وهما الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ما عزز الأمل في ارتفاع الطلب عليه. ارتفعت أسعار خام برنت ب 85% لتصل إلى 83.98 دولار للبرميل. صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 1.5% ليبلغ 80.06 دولار للبرميل، وكذلك قفزت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.8% لتصل إلى 2.5 دولار للتر، وصعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.25% لتسجل ما قيمته 2.63 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع ب 5.4% على أساس سنوي في الربع الأول بعد نموه ب 4.9% في الربع الأخير من العام الماضي. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في العام الحالي إلى 3.2% من 2.6%، وأشار إلى الاتفاق والإنفاق الحكومي القوي والاستثمار المرتبط بالحرب رغم العقوبات الغربية. أظهرت بيانات صينية رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة أن حجم استهلاك الكهرباء في الصين وهو مقياس رئيسي للنشاط الاقتصادي سجل توسعا قويا في إبريل الماضي. أشارت الهيئة إلى أن حجم استهلاك الكهرباء ارتفع بنسبة 7% على أساس سنوي ليصل إلى 741.2 مليار كيلو وات ساعة خلال الشهر الماضي. سجل حجم استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية بالصين زيادة بنسبة 5.9% في إبريل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة 9، نعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع أميرة وإلهام. شكرا لك. أعلنت السلطات المكسيكية العثور على جثث 4 أشخاص من بينهم مرشح للانتخابات المحلية وزوجته في مركبة محترقة في أكابولكو جنوب المكسيك. وذكرت مصادر محلية مكسيكية أنه تم اغتيال المرشح وزوجته مشيرة إلى فتح القضاء تحقيقا في مقتل 4. وما بين سبتمبر الماضي والأول من مايو قتل ما لا يقل عن 26 مرشحا للانتخابات المقررة في 2 يونيو والتي ستكون أكبر انتخابات في تاريخ المكسيك، إذ ستشمل في آن واحد انتخابات الرئاسة ومجلسي النواب والشيوخ وانتخابات محلية.
أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا وشركة بوينغ إطلاق كبسولة طاقم ستارلاينر التابعة لشركة بوينغ مرة أخرى. ويأتي القرار لإتاحة 4 أيام أخرى لتقييم تسرب الهيليوم قبل محاولة إرسال أول رائدين على متن هذه المركبة إلى الفضاء. تعمل شركة بوينغ على تطوير ستارلاينر منذ أكثر من 10 سنوات لتزويد ناسا بمركبة فضاء أمريكية ثانية قادرة على نقل رواد إلى ومن محطة الفضاء الدولية. وكانت سبيس إكس قد أطلقت أول مهمة مأهولة لها إلى الفضاء عام 2020 باستخدام الكبسولة كرو دراجون التابعة لها والتي تم بناؤها في إطار برنامج ناسا نفسه. وعن أحوال الطقس من نشرة 9 نعود مرة ثالثة وأخيرة فيها إلى مصطفى ميزار. تفضل مصطفى. شكرا إلهام نمر. شكرا أميرة. ختاما مشاهدين الكرام، الجولة الثالثة وأحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وحار على السواحل الشمالية الشرقية وليلا، أما في الصباح الباكر فالطقس معتدل على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 38 درجة والصغرى 24 والجو فيها حار. في الأسكندرية 34-22 والجو فيها حار. في مطروح 37-22 والجو فيها أيضا حار. في بورسعيد 30-23 الجو حار. في الإسماعيلية 37-22 والجو فيها أيضا حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة والجو فيها أيضا حار. في العريش 31-18 والجو فيها حار. في طابة 35-24 الجو حار. في شرم الشيخ 39-27 والجو حار. في الغردقة 39-27 والجو أيضا حار. في محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 45 درجة والصغرى 27 درجة والجو فيها شديد الحرارة. في أسوان 45 درجة والصغرى 28 درجة والجو فيها أيضا شديد الحرارة. في الوادي الجديد كذلك 44 درجة درجة الحرارة العظمى والصغرى 27 درجة والجو فيها أيضا شديد الحرارة. في شلاتين 38-25 والجو فيها حار. وأخيرا في حلايب 34 درجة والصغرى 24 والجو فيها حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى اللقطة الأبرز لهذا اليوم.
عشرات القتلى في فيضانات وفي أفغانستان. And now he is hopeless, helpless. There are thousands of people are affected and hundreds of houses are either partially suffering a huge tragedy. He says many families have lost their loved ones, including women and children. They also lost life is difficult now. Care for them. This is Habibullah, who has lost three loved ones and left with nothing. In struggling to clean the mess, it will take months for these communities to get back to normal. It's another sunset of disappointment. These roads, even according to the local, they were washed up, unlikely. Car, and now he is hopeless, helpless. There are thousands of people who are affected and hundreds of people. انتهت نشرة التاسعة وإليكم أبرز العناوين. خلال قمة للشراكة الناشئة مدبولي يؤكد العمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وبناء شراكات مع مؤسسات دولية لتعزيز الابتكار. مصر تنفي مزاعم إسرائيلية بتراجعها عن الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولي وتؤكد عزمها اتخاذ الإجراءات لإدانة الاحتلال. مع تواصل العدوان على غزة الاحتلال يتكبد خسائر كبيرة في جباليا ورفح الفلسطينية وعائلات المحتجزين تطالب بإزاحة